عليكم ورحمه الله. اهلا بكم في فيديو جديد من قناه كروشيهاتي. النهارده هنعمل مع بعض البلوفر اللي بتاع الاطفال ده. طريقته سهله جدا وتقدري تكبري المقاس زي ما انت عايزه. يعني ده انا عاملاه لمقاس سنه ونص، تقدري تعمليه سنتين 3 سنين حسب العمر يعني اللي تحبيه. وطريقته سهلة جدا، احنا اشتغلنا سطور سادة خالص، وخصوصا بالنسبة للناس اللي ما اشتغلتش الضفيرة الكروشيه قبل كده، هيبقى البلوفر ده بداية سهلة بالنسبة ليهم، لان هو الضفيرة اللي فيه طريقتها بسيطة خالص. انا اشتغلته بهيمالايا بيبي لوكس، رقم اللون اللي انا شغالة بيه ده 70432. خد مني شلتين ونص، يعني حوالي 250 جرام، واشتغلته بإبرة مقاس 4 ملي. كانت طريقته سهلة جدا وما خدش معايا وقت في الشغل، فيلا نبتدي. هبتدي شغل ب 85 سلسلة، وهشتغل بإبرة مقاس 4، واشتغل 85 سلسلة. بعد ما اشتغلت 85 سلسلة هقفلهم بمنزلقة في أول سلسلة عندي هنا، هقفل بمنزلقة. بمسك السلاسل كده هو عشان ما فيش حاجة تلف، وبخش في أول سلسلة واخرج من الاثنين الشكل ده. بعد كده برتفع 3 سلاسل وببتدي اشتغل، 12 عمود، واول واحد يعني بعد ده 1 2 مع السلاسل دول هيبقوا 13، يعني 1 2 3 لحد ما اوصل للعمود رقم 13. كده خلصت 12 عمود. في العمود 13 هشتغل في السلسلة عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هشتغل 18 عمود، يعني ده اشتغلت هنا عمود سلسلة عمود، بعد كده هشتغل 18 عمود بلفة. بعد ما خلصت 17 عمود، دلوقتي في العمود رقم 18 سلسلة هشتغل برضو في، يعني عمود سلسلة وعمود في نفس المكان. بيبقى شكلها زي حرف الفي. بعد كده هشتغل 25 عمود، وفي العمود رقم 25 برضو هعمل نفس الكلام. بعد ما اشتغلت هنا زي ما قلت لكم 25 عمود، وعملت في العمود رقم في السلسلة رقم 25 عمود سلسلة عمود، بعد كده هرجع اشتغل 18 عمود، وبرضو في العمود رقم 18 بعمل في. اشتغلت 18 عمود بعد الفي، يعني اللي انا عملتها اشتغلت 18، وفي العمود رقم 18 عملت الفي بتاعتي. بعد كده دلوقتي هكمل شغل واقفل في السلسلة رقم 3 هنا بمنزلقة. هنا بعد ما قفلت السطر بمنزلقة، دلوقتي هلف الشغل، يعني هرتفع. انا مش هرتفع بثلاث سلاسل، هرتفع بالطريقة دي ولف الشغل، وهعمل اكنه عمود بلفة، يعني هخش بالابرة في المكان اللي انا خارجة بيه هنا، هاخد خيط واقفل، يعني هرتفع بعمود بلفة عشان يعني ما بحب الشكل السلاسل كده في الظهر من ورا، فده هيديني شكل ازرف. اخرج من التلات عواميد مع بعض الشكل ده. تاني انا شديت الخيط
بعد كده لفيت الشغل، خدت خيط على السنارة ودخلت في نفس المكان اللي أنا خارجة منه، سحبت الخيط وخرجت من الثلاثة مع بعض. بعد كده ببتدي شغل بشكل مستقيم لحد ما هوصل للصدر اللي أنا بعمله، يعني ده الظهر. هوصل الأول لأول في عندي اللي هي هنا، هنا وصلت للفي، هشتغل العمود بتاع الفي، بعد كده هشتغل جواها في زيها سلسلة وعمود، بعد كده برجع أكمل بشكل مستقيم لحد ما أوصل للفي الثانية. وصلت للفي الجاية هنا هشتغلها، هشتغل جواها في برضو، بعد كده هشتغل واحد اتنين وتلاتة قبل ما ابتدي بالرسمة بتاعتي، اول تلات عواميد. بعد كده هبتدي بالرسمة بتاعتي، هشتغل هنا عندي واحد اتنين، هسيب ده واشتغل في ده عمود خلفي بالشكل ده. بعد كده هشتغل اللي انا سبته ده، اخش فيه من ورا واشتغل عمود خلفي برضو، تمام كده. بعد كده هشتغل عمودين جنب بعض فوق كل عمود عمود بالطريقة دي. بعدين هلف الخيط حوالين السنارة ثلاث لفات، ان انا هشتغل عمود ثلاثي، واحد اتنين ثلاثة، وهعد عندي واحد اتنين ثلاثة، وهشتغل في العمود الرابع عمود خلفي برضو بثلاث لفات، بخرج من كل اتنين مع بعض. واللي جنبه كمان نفس الكلام، اتنين هنا اتنين اتنين اتنين، واحد كمان تلات عواميد. بالشكل ده. بعد كده التلاتة اللي انا سبتهم برضو هشتغل فيهم نفس الكلام، اول واحد ده هخش فيه واشتغل عمود بثلاث لفات، بخرج من كل لفتين مع بعض. واللي بعديه اهو اللي جنبه من كل اتنين مع بعض، واخر عمود هنا اتنين واتنين واتنين واتنين، هو بالشكل ده. بعد كده اخد برضو عمود بثلاث لفات وهعد برضو واحد اتنين ثلاثة، وفي الرابع ده هشتغل برضو ثلاث عواميد. بعد ما خلصت هنا الثلاث عواميد مش هشتغل بقى زي دول، دول اشتغلتهم من قدام، اللي جايين دول بقى هشتغلهم من وراء الثلاثة دول. يعني ازاي؟ هلف الشغل الخيط ثلاث لفات على السنارة، مش هطلع كده، لا هرجع من وراء العواميد واشتغل تاني، بدل ما اشتغلهم كده ويطلعوا ثلاثة قدام، لا انا هشتغلهم من وراء، يعني ده كده لفتين ثلاثة، وهرجع من وراء العواميد وابتدي اشتغل كل عمود اهو، بس بعديهم من وراء، او اول واحد اتنين من كل خيطين مع بعض، واللي بعده اللي جنبه
اتنين اتنين واتنين واخر اتنين، بعد كده تالت عمود. الشكل ده بعد كده هشتغل عمودين سادة، عمود بلفة عادي، واحد اتنين، وهشتغل نفس اللي انا عملتها الاكس اللي هنا دي، بس برضو زي دول يعني هعد واحد اتنين، هنا هشتغل عمود خلفي، وهشتغل بقى العمود اللي جاي برضو من ورا. بالشكل ده بعد كده بكمل بشكل مستقيم لحد آخر السطر، وكل في بشتغلها زي ما قلت لكم جواها في برضو، هنا جواها عمود سلسلة وعمود. وبالشكل ده انا هكمل شغل كده لحد ما اوصل لهنا، واطلع برضو واكمل بشكل مستقيم بشتغل عند كل في في لحد ما اوصل للرسمة عشان نشتغل السطر الثاني منها مع بعض. خلصت السطر وارتفعت بالسطر الجديد، مشيت بشكل مستقيم وعملت عند كل كورنر الفي بتاعته ولحد هنا الفي التانية. بعد كده ابتديت شغل برضو بشكل مستقيم هنا لحد ما وصلت للأول اكس احنا عملناها، بعد كده هتلاقي هنا الاكس اللي احنا عملناها في السطر اللي قبليه. هنعمل فوق كل عمود فيها عمود امامي، يعني ايه؟ يعني هدخل بالسنارة من قدام العمود بالشكل ده، وهنا برضو التاني عمود امامي، والعمودين دول بفضل اعمل فوق كل عمود عمود طول الشغل، مش بغير فيهم حاجة. الست عواميد اللي جايين دول نفس الكلام برضو، بعمل فوق كل عمود عمود امامي، يعني بنزل بالسنارة من قدام العمود برتفع بالشكل ده، عمود عادي مش بتلات لفات، عمود بلفة واحدة. اهو، وبالشكل ده بمشي فوق كل عمود عمود امامي. بالطريقة دي ده آخر عمود في الستة دول، بعد كده العمودين دول زي ما قلت لكم فوق كل عمود عمود عادي، والعمودين دول برضو عمود أمامي فوق كل عمود. بعد كده بكمل شغل بطريقة مستقيمة لحد آخر السطر، وبالشكل ده لحد آخر السطر هنا، وبرضو برتفع وبلف وبرجع لحد ما اوصل برضو للرسمة بتاعتي. انا كملت السطر وطلعت بالسطر الجديد، كملت شغل بشكل مستقيم لحد ما وصلت للرسمة بتاعتنا. دلوقتي هشتغل، وكان فاضل لي هنا العمود ده،
وصلت لي العمودين اللي بعملهم اكس، هرجع اعمل هنا عمودين اكس. انا عندي كنت عاملاهم سادة، هعمل هنا عمود خلفي وهنا عمود خلفي برضه. اهو بالشكل ده. بعد كده بشتغل بالست عواميد دول، عفوا بعمل اول حاجة العمودين دول، والعواميد دول هعملهم عواميد كلها خلفية، كل عمود بلفة واحدة عواميد خلفية. اهو الشكل ده، فوق كل عمود عمود خلفي. بمشي بشكل مستقيم وبالطريقة دي فوق كل عمود عمود خلفي. كلهم ال 12 عمود اللي عندي بشتغلهم عواميد خلفية وعمود بلفة واحدة. دول كده. بعد كده هشتغل العمودين دول، بشتغلهم زي ما هما فوق كل عمود عمود. وهنا العمودين دول بشتغلهم زي ما كنت بشتغل دول، ده هسيبه واشتغل ده اهو، وهشتغل اللي انا سبته ده من ورا. هلف السنارة من ورا العمود واخش في العمود اللي انا سايباه ده تاني، اخش في العمود اللي انا سايباه ده، بس هعدي اهو الطريقة دي. اهو بالشكل ده. وبعد كده بكمل شغل بطريق مستقيم لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر، بس حبيت اوريكم بقفله ازاي. انا برتفع بالعمود زي ما وريتكم، يبقى عندي الشكل من وشه كده، بخش في الفي بتاعت العمود بشكل عادي وبعمل منزلقة وبرتفع ولف الشغل، باخد الخيط واخش هنا وبكمل السطر. اذا اوريكم بس شكل القفله تبقى يعني تقريبا يعني حاساها ان هي تبقى احلى من اللي لما بقفل بيه الثلاث سلاسل. يعني بصوا داخله وسط العواميد مش باينه وسطيهم من بعيد. كملت السطر الجديد وعملت وصلت للاكس اللي احنا عملناها في السطر اللي فات. هنشتغل فوقيها دلوقتي عمود خلفي، فوق كل عمود عمود خلفي، عفوا امامي. يعني بخش بالسنارة من قدام العمود، والعمودين دول بعمل فوق كل عمود عمود واحد. بعد كده الست عواميد دول عفوا ال 12 عمود دول برضو عواميد أمامية فوق كل عمود فيهم. بعد ما خلصت ال 12 عمود كلهم زي ما قلت لكم أمامي، هشتغل فوق العمودين دول. بعد كده العمودين دول بشتغل برضو فوق كل عمود عمود أمامي. واللي بعديه برضو عمود أمامي. وارجع أكمل بشكل مستقيم لحد آخر السطر.
دلوقتي وصلت لي اشتغلت، ابتديت بالسطر السادس، اشتغلت لحد ما وصلت لي الصدر. هرجع اعيد بقى اللي انا عملته في السطر الثاني بالظبط. هرجع اشتغل هنا اكس، عندي العمودين دول، اشتغل في اول واحد عمود امامي، وفي اللي اللي سبته انا ده عمود امامي برضو. بعد كده العمودين دول، وهشتغل عمود بثلاث لفات هنا، واحد اتنين تلاتة، وفي العمود الرابع بشتغل عمود بثلاث لفات. اشتغل في العمود الرابع هو بخش فيه واشتغل ثلاث عواميد جنب بعض، هو دبل فتين. اشتغلت الثلاث عواميد، بعد كده بشتغل الثلاثة اللي انا سبتهم. هنا الثاني، كده الشكل الثلاثة دول. بعد كده هشتغل الثلاثة الستة اللي فاضلين دول، هعد واحد اثنين ثلاثة، وفي الرابع هنا هشتغل برضو ثلاث عواميد جنب بعض. اشتغلت الثلاث عواميد، هرجع اشتغل بقى الثلاثة اللي انا سبتهم. زي ما قلت لكم في الثلاثة دول بشتغل من وراء العواميد، يعني بلف الخيط وبخش بالسنارة من وراهم كده، وبخش في أول عمود هنا الطريقة دي، بس بعدي بمسك الثلاث عواميد دول ونزلهم تحت عشان أعرف أشتغل. وده أول عمود، والثاني برضو، والثالث. بالشكل ده. بعد كده بشتغل العمودين دول بشكل مستقيم. والعمودين دول برضو زي ما قلت لكم بشتغل ده عمود خلفي، واللي فاضل هنا بشتغله من ورا. بالشكل ده. ويرجع اشتغل بشكل مستقيم. هي دي الرسمة بتاعتنا كلها، عبارة عن تكرار الأربع سطور اللي شفتوهم دول، الثاني الثالث الرابع الخامس. هم الأربع سطور دول، يعني بعد دول بقى هشتغل ثلاث سطور اللي هم العواميد الأمامية والخلفية، وارجع أكرر الرسمة بتاعتنا دي. دلوقتي هشتغل يعني اهو ده شكل البلوفر كده، بفضل اشتغل اكرر الاربع سطور دول لحد ما اوصل للطول المناسب هنا قبل ما افصل الاكمام عن الصدر. بس هي دي الرسمة بتاعتنا. بس يعني خدوا بالكم ان الاكس اللي هنا دول بشتغلها سطر اه سطر لا، انما دول بشتغل سطر فيهم الاكس اللي هي في عمود ثلاثي وثلاث سطور سادة، بعد كده السطر الرابع بكرر. انما اللي هنا على الجنب دول سطر اه سطر لا، بشتغل الاكس
الأبلوكون اللي هما العمودين اللي هنا دول. يعني السطر ده اشتغلت، اللي بعده هشتغل عادي، واللي بعده برجع أعمل إكس. فعشان تنتبهوا في الشغل، لأن أنا مرة كنت بشتغل يعني واحدة تانية سهيت فرجعت كريت وعدت وكده. ده كده الشكل بعد ما اشتغلت 10 سطور. دلوقتي هنفصل بقى الصدر عن الأكمام. ابتديت بالسطر الجديد، السطر رقم 11، اشتغلت اهو من البداية ومشيت بشكل مستقيم لحد ما هوصل لأول في عندي، وهشتغل جواها. وكده بعد ما وصلت لي الفي هشتغل أول عمود فيها، بعد كده هشتغل جوه الفي دي 3 عواميد بلفة من غير أي سلاسل، 3 بالشكل ده. وبعد كده بمشي كل ده بسيبه، كل ده بسيبه، وبمشي لحد الفي اللي بعدها بالشكل ده. أنا هشتغل دلوقتي في الفي اللي بعدها على طول، برضو هشتغل فيها 3 عواميد، 1، 2، و3 بالشكل ده. وبعد كده بكمل بشكل مستقيم. يبقى كده أنا فصلت الأكمام عن الصدر والظهر. أهو هيبقى الشكل عندك كده. هنا بكمل بقى في نفس ما انا ماشيه لحد ما اوصل لهنا، برضو باخد دي ودي مع بعض، بعمل هنا 3 وبعمل على طول هنا برضو 3، وبكمل داير ما يدور الصدر. بمشي بالرسمه بتاعتي بشكل مستقيم، ما بزيدش اي حاجه، وبرضو الاكمام برضو بمشي بشكل مستقيم. هو بيبقى الشكل عندك كده. ده الشكل بعد ما اشتغلت 21 سطر بداية من هنا لحد تحت كده. انا اشتغلت 21 سطر وحسيت ان طولها كده ابتدى يعني يبقى مناسب، فضلها شوية بسيطة، وهي اللي انا هعمل فيها الريب. الريب بقى هعمله اللي هو غرزة أمامية وغرزة خلفية، يعني اهو ده برتفع زي ما برتفع كل مرة، وبلف الشغل، بشتغل أول عمود، بعد كده بشتغل عندي أول عمود أهو عملته ده، عند كده هعمل ده أمامي، عفوا خلفي، يعني هخش بيه السنارة من وراء العمود خلفي، وده أمامي هخش بالسنارة من قدام، بعد كده ده خلفي، وهكمل هكذا كل العواميد بنفس الطريقة. اشتغلت كده زي ما قلت لكم غرزة أمامية وغرزة خلفية، برضو حتى لما أوصل للرسمة بتاعتنا هشتغل برضو عادي، هشتغل يعني دي كانت خلف أمامية، دي هشتغل خلفية ودي أمامية، اشتغليها أكنها عواميد عادية جدا، ودي خلفية ودي أمامية وهكذا. يعني هنا برضو بشتغل نفس الكلام، هنا خلفية، لا عفوا دي ايوه ودي أمامية وهكذا، غرزة خلفية غرزة أمامية. بكمل كم سطر، يعني حتى السطر اللي بعديه بشتغل فوق كل غرزة زيها، فوق الأمامية أمامية، وفوق الخلفية خلفية،
بنفس الطريقة. خلصت الريب بتاع الصدر والظهر اللي هما بتوع الجسم. انا اشتغلت هنا مسافة 4 سطور واشتغلتهم برضو في الكم مسافة 4 سطور. هنشتغل مع بعض الكم التاني. انا اشتغلته مسافة 17 سطر وهنبتدي مع بعض الكم التاني. احنا كان عندنا الكم بالشكل ده. هدخل الخيط في النص من هنا كده وهبتدي شغل. انا عندي السطر ده الوش بتاعه، يبقى هشتغل السطر اللي جاي من جوه عشان احافظ على الشكل ان هو سطر رايح سطر جاي. اهو ادخل الخيط من هنا من الفتحة دي. بعد كده برتفع انا ارتفعت زي العمود اللي برتفع فيه في كل البلوفر، ما عملتش سلاسل برضو كده اهو. بعد كده اخدت خيط واشتغلت عمود برضو، خرجت من ال3 لفات بالشكل ده. بعد كده هنا جوه العمود نفسه هشتغل برضو عمود وهكمل هنا فوق كل عمود. اخش بقى هنا، لا عفوا، هعمل هنا جوه الاول عمود بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود. طبعا الكم هنمشي بشكل مستقيم، ما فيهوش اي رسمات ولا اي حاجه. بكمل داير ما يدور الكم لحد ما اوصل للبدايه. هنا وصلت لاخر الكم اهو، فاضل عندي اخر غرزه هنا. بعد كده هعمل جوه هنا الفتحة عمود وجوه العمود اللي عندي ده عمود برضو، وهنا اخر عمود هيبقى. بعد كده هقفل بيه منزلقة في اول عمود عملته وهرتفع والف الشغل وهبتدي بالسطر اللي بعده بالشكل ده. بدخل هنا وببتدي فوق كل عمود عمود. بفضل بقى رايحة جاية كده 17 سطر، وبعد كده بعمل 4 سطور ريب اللي هو عمود امامي وعمود خلفي زي ما عملنا في الجسم بالظبط. هي صراحة الارتفاع ده يعني عجبني شكله قوي اكتر عن السلاسل. يعني هوريكم الظهر، بصوا الظهر يعني باين حاجة بسيطة قوي. الارتفاع غير السلاسل. ده الشكل بعد ما خلصت الكم الثاني. وزي ما قلت لكم اشتغلت 4 سطور من الريب اللي هو غرزة امامية وغرزة خلفية. فاضل عندنا ان احنا نعمل الرقبة اللي فوق. عندي اهو الظهر المكان اللي ابتديت منه في الاول خالص. بدخل الخيط هنا في النص وبربطه. بعد كده ببتدي اشتغل فوق كل عمود عمود زيه.
اخش هنا فوق كل عمود عمود. وصلت هنا لأول في عندي، أنا عايزة أصغر السطر ده شوية عن ده عشان تبقى ملمومة الرقبة، فهسيب يعني هو عندي ده، هشتغل ده نص عمود واسيب الغرزة اللي فيها الفي واشتغل في اللي بعدها على طول بالشكل ده، ويبقوا مقفولين مع بعض. كل في هعمل كده في السطر ده بس، دلوقتي هكمل بشكل مستقيم. وصلت للفي اللي بعدها، برضو هشتغل دي وده مع بعض، يعني هسيب الغرزة اللي فيها الفي دي هشتغلهم مع بعض، يعني هخش هنا اشتغل اخرج من اول اتنين بس وده سيبه واللي بعديه على طول اشتغل برضو نص عمود واقفل الاتنين مع بعض بالشكل ده. بعد كده بكمل واشتغل بشكل مستقيم برضو لحد الفي اللي بعدها، هكمل السطر ده والسطر اللي بعديها اشتغل فوق كل عمود عمود واحد بس، مش هنقص ولا ازود حاجة، اشتغله بشكل مستقيم. خلصت الدور ده للأخير، جيت أعمل التاني لقيت إنه يعني هيبقى بزيادة، فهبتدي على طول بالغرز الأمامية والخلفية في الدور اللي بعديه. هرتفع نفس الطريقة اللي برتفع بيها بالشكل ده، بعد كده هبتدي غرزة أمامية وغرزة خلفية. وصلت هنا للغرزة اللي انا عملتها مع بعض دي الفي، هشتغلها اكنها غرزة واحدة بالطريقة دي، خش من ورا بالشكل ده، وكل الغرز اللي زيها هعملهم بنفس الطريقة ان هم غرزة واحدة. ده الشكل بعد ما خلصت الرقبة، اشتغلت ثلاث سطور سادة رايح جاي، غرز أمامية وخلفية من غير ما نقص أو أزود أي حاجة، بقيت بالشكل ده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، يا ربي الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ياريت تدوسوا لايك شير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.